السلام عليكم البنات ومرحبا بكم كاملين معايا في فيديو جديد على القناه ديالي، قناه وصفات شهيوات ام اميره. دائما الجديد ووصفات وشهيوات في المتناول ديال الجميع. المهم البنات، اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيكه الصراحه كتجي زوينه وغير جوج بيضات، وشوفوا البنات كتجي طالعه. خليكم مع المقادير البنات، ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، ديروا ابوني لاشين باش دائما توصلوا بالجديد. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الظروف ان شاء الله. مرحبا بكم البنات معايا في القناه ديالي وصفات وشهيوات ام اميره. مرحبا بالبنات الجداد البنات القدام، مرحبا بكم كاملين. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، ديروا ابوني لاشين باش دائما توصلوا بالجديد ان شاء الله. المهم البنات، غادي نشارك معكم واحد الكيكه ديال الخام، الصراحه كتجي زوينه، مكونات اقتصاديه وفي المتناول ديال الجميع. المهم كما كتشوفوا معايا البنات، هنا عندي جوج خمارات، عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال السنيده، جوج بيضات، واحد معلقه ونص ديال الكاكاو المر، كاس ديال الماء، وشويه ديال الملحه والدقيق البنات حسب الخليط. المهم البنات، هنا كما كتشوفوا غادي ندير البيض. صراحة هاد الكيكة البنات كتجي زوينة ومكونات اقتصادية. نزيد الزيت، عفوا البيض والسنيدة والزيت، ندير واحد الكبيسة ندير الملحة، ضروري البنات الملحة، نخلط هاد البيض والسنيدة والزيت مزيان، نكمل المكونات. صافي البنات، غادي نزيد واحد نص صاشية ديال الفاني، ممكن تعوضوها البنات بالحامض، قشور الحامض، قشور الليمون، وغادي نزيد كاس ديال الماء. وهنا البنات انا غادي ندير فيها واحد المعلقه ديال الكوك، الا ما بغيتوش ممكن ما ديروش، انا غندير فيها واحد المعلقه كبيره ديال الكوك، كيعطي واحد النسمه زوينه البنات، تقريبا واحد المعلقه كبيره. صافي غنخلط هاد المكونات مزيان. دائما كنصحكم البنات بالكاكاو المر، ما تاخذوش المارو، راه كاين واحد الكاكاو مارو حتى هو مسوس ولكن اللون ديالو مارو، هاد الكحل البنات الصراحه كيجي زوين. صافي نزيد واحد القطيره ديال الخل، وغادي نخلط مزيان هاد الزيت البنات. كما كتشوفوا كنبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه. تقريبا خدات معايا واحد جوج كيسان ديال الدقيق، ما عامرينش جوج كيسان ديال العنبة، ما عامرينش بزاف. صافي كنخلط مزيان، وغادي نزيد الخميرة البنات. نحط
المولى البنات كديروها بالشكل اللي بغيتكم. غادي نديرها في الماء ديال الزاج وندخلها الفرن. ضروري البنات الدقيق يكون مغربل الكاكاو باش تجيكم ساهله، والخل البنات الا درتو الخل كتجي هشيشة وكيساعدها باش تطلع. انا بالنسبه لي السر ديال النجاح ديال الكيكه البنات هو الخل صراحه، الخل. وملي كتبغيو تخويو الكيكه في المول ضروري كتهزو ايديكم الفوق هاد المول. في البنات هنا كما كتشوفوا انا درتها في هاد المول وغادي ندخلها للفران طيب. البنات كتشوفوا الكيكه ديالنا هاي بعد ما طابت صراحه كتجي زوينه وكتجي طالعه البنات. هانتوما تشوفوا هنا البنات خديت واحد 6 القطع ديال الشوكولاته كحل ودرت معاهم معلقه كبيره ديال الياغورت. وهنا البنات خديت غير 2 قطع ديال الشوكولاته ابيض ودرت معاهم حتى هما واحد شويه ديال الياغورت. وهنا البنات غادي ناخذ واحد الكيردو غادي نثقبوا الكيكه. هانتوما البنات كتجي خفيفه، شوفوا ملي كنخشيو الكيردو كنتقبوا الكيكه باش تشرب لينا ديك لاصوص ديال هاد الصوص ديال الشوكولاط. صافي كنتقبوا الكيكه مزيان كنضيف هنا هاد الصوص البنات كما كتشوفوا. الياغورت ضروري البنات يتخلط مع الشوكولاط مزيان باش ميبقاش معزول الياغورت بوحدو والشوكولاط بوحدو. هاكا صافي هنا كامل. هنا البنات كما كتشوفو كنخلي غير واحد شويه على ما كتشد لينا هاد الصوص ديال الشوكولاط. انا خليته هنا خفيفه شويه غير واحد 5 دقائق وغادي نزينوها نكملو التزيين ديالها. هنا البنات خديت هذاك الشوكولاط الابيض اللي دوت درتو في واحد الكاغط ديال الزبده ودرت ليه هاد التزيين. البنات التزيين كيبقى اختياري صراحه البنات كتجي زوينه وشوفوا البنات كتجي طالعه وديك الصوص محده وهي غاده كتبرد وكتشرب في الكيك صراحه كتجي زوينه البنات. وغير 2 بيضات ومقادير في استطاعه ديال الجميع. البنات ما تبخلوش عليا بلي لايك ديروا ابوني لاشين باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا على الدعم ديالكم ومرحبا بكم معايا دائما في وصفات وشهيوات ام اميره.